لو قال نذر علي أن أصوم سنة أصامها في ضمن هذه السنة شهر رمضان، فهل يقال له عليك أن تصوم شهرا آخر عن رمضان؟ لأن رمضان صوم واجب، وأنت ستفطر في أيام الأعياد وفي أيام التشريق، هل يلزمه أن يقضيها؟ خلاف بين العلماء. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لا يلزمه صيام نظير رمضان، لكن الأيام المنهي عنها لأنه أفطر فيها فإنه يلزمه أن يصوم عنها في السنة التي تليها. من نذر صوم سنة وأطلق فيصوم 12 شهرا. أما في المسألة السابقة التي مرت معنا أن ينذر صوم سنة معينة، هنا نذر سنة مطلقة، فهنا يلزمه أن يصوم 12 شهرا غير رمضان والأيام المنهي عنها.